أكد الإعلامي محمد شوبان مقدم برنامج بوكس تو بوكس بمصر أن نادي الزمالك فتح خط المفاوضات القوية مع محمد علي بن رمضان لاعب فريق الترجي التونسي للتعاقد معه بداية من الموسم القادم. وقال فتح مسؤول الزمالك خط مفاوضات قوية مع وكيل اللاعب في الأيام الماضية، وهو نفس وكيل حمزة المثلوثي، حيث يقود المشرف العام بنادي الزمالك خط المفاوضات بقوة شديدة مع اللاعب لضمه من صفوف الترجي الرياضي التونسي. محمد بن رمضان يمتلك عرضا من بلجيكا وعرضا آخر من تركيا للعلم، لكن من أندية متوسطة الجدول، وهو ما جعل بن رمضان يتحفظ على العرضين. وكشفت تقارير تونسية عن وجود مفاوضات بين الأهلي المصري والترجي الرياضي من أجل ضم لاعب الفريق التونسي محمد علي بن رمضان في فترة الانتقالات الصيفية القادمة. وبالعودة إلى إذاعة إيفام، هناك رغبة من الأهلي في التعاقد مع متوسط ميدان الترجي الرياضي التونسي محمد علي بن رمضان الذي ينتهي عقده في يونيو 2023. وأضاف الأهلي يتابع اللاعب البالغ من العمر 23 سنة منذ مدة طويلة ويرغب في التعاقد معه مهما كلف أو لم.